السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم كريمة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه رائعه، انا متاكده غادي تعجبكم وغادي تعملوها المره الاولى والمره الثانيه، اللي غادي تكون عندكم المعتمده دائما وكل عام ان شاء الله، لان صراحه وصفه كتستاهل. حتى انا ملي جربتها تبهرت صراحه بالنتيجه ديالها وبالقوام ديال الكريمي بحال اللي كتشريو من المحلات الكبرى. صراحة أنا متأكدة غادي تعجبكم، غير بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. مقادير بسيطة جدا والطريقة حتى هي، واللي أهم أهم كيوجد في ساعة المكانة، يعني ما كيحتاجش أنه يبات ليلة كاملة. ندوزوا المقادير والطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله غادي نبداو بالمقادير. غادي نحتاجو جوج أصفر البيض، وغادي نحتاجو كاس ونص ديال الحليب ما يعادل 250 مليلتر، 4 لتر ديال الحليب عادي ماشي ضروري انه يكون بارد لان احنا باقي غادي نعمله فوق النار. وغادي نحتاج جوج معالق ما يكونوش عامرين ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده، جوج معالق ديال السكر سنيده، ساشي ديال الفاني اذا عندكم ليكيد عملوا ليكيد. وغادي نحتاجو 100 غرام ديال بودره ديال الشونتي، مستحضر ديال بودره ديال الشونتي، سواء ديال العلبه اللي كيكون فيها 100 غرام، او مثلا غادي تشريو مفسوخه اللي كيتباع حدا مفسوخه غادي يشري 100 غرام. المهم عندنا كاس ديال العنبه. اللي بغى يعوضها بالكريمه السائله ممكن يعمل كاس اللي هو 200 مليلتر، او ممكن يعمل حتى الكاس ونص، يعني ماشي مشكله، وضروري هي خاصها تكون بارده. بالنسبه للكريم شونتي ما غنحتاجش دابا. دابا غادي ندوزو للطريقه. غادي نجيبو واحد الكاسرونه غادي نعملو فيها الحليب، ونعملو فيها جوج ديال اصفر البيض، وغنعملو فيها جميع المكونات، السكر والزبده والفاني، غادي نعملو كل شيء. ومن بعد غادي نوضعهم على النار حتى غادي نحس بهم بداو كيغليو، يعني الغليه الاولانيه غادي نطفيو النار، نتوما غادي تشوفوا معايا. وما تخافوش من اصفر البيض لان ما كيبقاش مره نهائيا، كيطيب اولا، وثاني حاجه فيه الفاني ما كيبقاش نهائيا المذاق ديال البيض، من حيث بزاف ديال الناس غادي يقول لك فيه بيضات غادي يبقى مذاق ديال البيضات، لا نهائيا ما كيبقاش، يعني بحال اللي كنعملوا لا كريم باتيسير او مثلا كنعملوا لا كريم سيترون، حتى هي كتعدل بالبيض، وملي كيطيب البيض ما كيبقاش المذاق ديالو، او مثلا ملي كيطرب ما كيبقاش نهائيا المذاق ديالو. وكما كتشوفوا معايا هنايا انا كنستمر بالتحرك ما كتوقفش يدي نهائيا، والنار تكون مهيله. من بعد كنحسوا بلي ان الخليط بدا كيغلي بحال هذا الشكل هذا، يعني الغليه الاولانيه كنحيدوهم على النار صافي. من بعد كنجيب واحد الاناء اللي غادي يدخل المجمد او الفريغو، وغادي نخليه ساعه المكانه، يعني هذه اقل حاجه خصو يبرد، يعني ضروري الخليط يبرد. مثلا برد لكم في نص ساعه غادي تخدموه في نص ساعه، برد ساعه المكانه، يعني على حسب المجمد ديالكم اذا كان كيبرد مزيان صافي. انا غادي ندخلو المجمد، خليته ساعه المكانه. هنا بعد ما دازت ساعه المكانه كما كتشوفوا القوام ديالو برد، يعني قد ما كان بارد قد ما يكون احسن، ولكن ما خصوش يتجمد، يعني غير يبرد فقط. من بعد غادي نضيف عليه هذا الكاس ديال البودره ديال الشونتي، حتى هي عملتها في المجمد تبرد معاها، انا عملتها حتى اخر ساعه 4 ساعه الاخرانيه باش كنحصل على واحد القوام اللي غادي يكون كريمي 100%، يعني ضروري المكونات يكونوا باردين. واذا استعملتوا الكريمه حتى هي غادي تعملوها تبرد، يعني للاقل واحد نصف ساعه قبل. وهنا كما كتشوفوا كنستمر بالتحريك، يعني كنطرب هاد المكونات مع بعضهم حتى غادي نحس بالقوام. غادي يكون عاقد شويه، ما خصوش يكون القوام ديالو خفيف، ماشي فحال لي كلاص العاديين، هذا القوام ديالو خصو يكون عاقد. هنا كما كتشوفوا معايا باقي ما عقدش الخليط، كما كتشوفوا كيهود هذاك الخط، ما خصوش يهود نهائيا. غادي نستمر بالتحرك، غادي يدي لكم واحد شويه الوقت، تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقه اذا كان عندكم طرب شويه ضعيف. كما كتشوفوا القوام ديالو فحال هذا الشكل هذا، خصو يبقى واقف يعني عاقد. اذا كانت عندكم العجانه غادي تدير لكم واحد 10 دقائق، يعني غادي يكون عندها واحد السرعه قويه. هنايا انا الخليط غادي نقسمه على جوج، عندي هنا واحد المعلقه ديال الكاكاو، من الاحسن تكون ديك النوعيه ديال الكاكاو تكون مزيانه، او ممكن تستعملوا جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو من فئه 7 غرام، يعني المجموع 14 غرام. هنا بالنسبه للكاكاو انا غادي نضيف له واحد جوج معالق ديال الماء او ثلاثه، المهم الخليط خصو يتخلط مزيان، نتوما غادي تشوفوا معايا. غتبقاو تضيفوا الماء شويه بشويه حتى تحصلوا على هذا القوام هذا بحال هذا الشكل هذا. ومن بعد كما قلت لكم انا غادي نقسم الخليط على جوج، نتوما بغيتوا تخليوه غير بالفاني، بغيتوا تقسموه على ثلاثه، تعملوا مثلا الفراوله، تعملوا اي نكهه بغيتوا، اي نكهه بغيتوها غادي تعملوها في هذا لاكلاص هذا.
كما كتلاحظوا هنا في الفيديو بلي ان القوام ديالو كيجي واقف شويه، ولكن كيجي كريمي. صدقوني هذه الوصفه ناجحه 100%. وكما قلت لكم ما تخافوش من البيضات نهائيا، لان ما كيبقاش المذاق ديالو ولا الريحه ديالو، لان البيضات هما السر ديالهم باش كيعطيوا هذيك القوام كريمي. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه كما هي، وكنحاول دائما نعطيكم واحد الكميه قليله اللي غادي تقدروا تجربوا الوصفه ديالكم. هنا كما شفتوا الخليط انا قسمته غير على جوج، النصف الاول غادي نضيف له الكاكاو اللي وريتكم، والنصف الثاني غادي نخليه هكذاك يعني بالمذاق ديال الفاني. عندكم المذاق ديال الفريسه، عندكم مذاق ديال الخوخ، تقدروا تزيدوا النسكافيه، تعملوا له نفس الطريقه ديال اللي عملت انا الكاكاو. تخلطوا النسكافيه مع شويه ديال الماء، ومن بعد ضيفوه على الخليط، يعني اي نكهه بغيتوا كانت عندكم توفره غادي تعملوها. صراحه صدقوني كيجي روعه، غادي نبقى نشكر فيه حتى الاخر ديال الفيديو لان كيستحق التجربه، غادي تفرحوا به وليداتكم ان شاء الله. وهنا بعد ما كنطربوه مباشره كنقدموه، يعني اذا كنتوا بغيتوا تحتفظوا به كتحتفظوا به غير في الثلاجه من تحت، يعني بلا داعي انكم تعملوه في المجمد. بالنسبه للخليط انا غادي نقول لكم شنو غادي نعمل، لان المقطع تمسح لي هنا. يا اما غادي تجيبوا جوج بلاستيكات يكونوا شويه صحاحين، يا اما غادي تجيبوا ديك البوش اللي كيكون كيتخدم مره واحده ومن بعد كنرميوه. البلاستيكه الاولى عملت فيها ديال الفاني، البلاستيكه ديال الثانيه عملت فيها الشوكولا، وغادي نجيب البوش، ومن بعد كما شفتوا عملت فيها ديك القمع هذاك، عملوا اللي بغيتوا. ومن بعد كنعملو بجوج بهم في هذا البوش هذا، باش ملي كنخرجوا الخليط ديال لاكلاص كيخرجوا لنا جوج ديال النكهات كما كتشوفوا معايا هنايا كنجرب. ومن بعد غادي نجيب لي كورني، انا استعملت هادو انا شريتهم ماشي عدلتهم. بغيتو تعملوا هاد الكورني، بغيتو تعملوه في الطبيسات، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا بغيت نبدل شويه على الطريقه اللي كنخدم بها دائما ديال لي كلاص، وفي نفس الوقت نعطيو لولادي شي حاجه اللي غادي تكون مبدله. كما كتشوفوا كيخرجوا جوج ديال الاشكال، طريقه جد سهله كما كيبان لكم معايا هنايا. حتى الطريقه ديال التشكيل سهله، غادي نعاود معكم وحده اخرى. كتبداو من القاع وانتم طالعين وانتم كدوروا باش كيخرجوا لنا جوج ديال الالوان، وفي نص الوقت كيعطينا هذا الشكل اللي كيجي مزيون بزاف، بحال الشكل اللي كيتباع في المحلات الكبرى. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، كيجي صراحه كيجيو مزيونين بزاف. انا صراحه ملي عدلتهم ولادي فرحوا بهم بزاف، وسحب لهم شريتهم من الزاقه، ما سحب لهمش انني عدلتهم. وملي جات الساعه ديال التصوير ما خلونيش نصور، وهنايا كيقول لي اعطيني نقيس. كما كتشوفوا معايا راه نقص منه شويه باش نوريكم القوام ديالو، والقوام راه كان باين في الاول ديال الفيديو. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتطبقوها، لان الوصفه كتستاهل. وانا ملي كنزل شي وصفه عندي في القناه كنكون متاكده منها 100% بلي ان الوصفه ناجحه، وان شاء الله غادي تنجح معكم. والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.